اهلا بيكم في الجزء الثاني من الفيديو الخاص بالموكس. في الجزء الاولاني من الفيديو ده اتكلمنا عن الموكس وقدمناها بسرعة وقلنا ممكن نلاقي فيها ايه وبعض مميزاتها. كل ده كجزء من محاضرة مصادر التعليم والتعلم. في الفيديو ده هنبتدي نتكلم عن بعض الويب سايتس اللي بتقدم لنا موكس، بعضها مشهور وبعضها أقل شهرة وبعضها ذو مصداقية عالية وبعضها مصداقيته ممكن تكون أقل شوية. فأنا الحقيقة هنا هبتدي أتكلم معاكم الأول عن إيه اللي ابتدى الموكس دي. الحقيقة أنا بحب دايما أذكر الرجل ده، اسمه سلمان خان. سلمان خان ده بالصدفة كان بيحاول يقدم خدمة لمجموعة من قرايبه وهو في أمريكا، كانوا بيدرسوا في المدرسة وحب يساعدهم في دراستهم، فابتدى يسجل فيديوهات للمادة العلمية زي ما يكون بيديهم درس خصوصي يعني، وكان بيرفعها على اليوتيوب وهم يتفرجوا عليها من مكان ما هم عايشين، وكانوا عايشين في ولاية تانية مسافة بعيدة. المهم ان مع الوقت سلمان خان لقى ان ناس كتير بتتفرج على الفيديوهات اللي هو بيجهزها، وهنا ابتدت الحقيقة النقلة الحقيقية، اللي ان الناس ابتدت تهتم بان في حد بيدي مادة علمية بشكل مرتب. هو استغل اليوتيوب، اليوتيوب مفتوحة وبالتالي اي حد ممكن يشوفها، ودي كانت الحقيقة الفكرة جات له. طيب اذا كان في ناس كتير مهتمة فعلا باللي انا بقوله ده غير قرايبي اللي انا اساسا بجهز لهم الفيديوهات، طب ليه ما ابتديش اعمل الفيديوهات دي واخلي الناس تشوفها بشكل عام؟ اللي فيكم متعود يتفرج على اليوتيوب بيلاقي ان مش سهل ان انت تتابع مجموعة من الفيديوهات في سلسلة من الافكار، فابتدى يعمل ويب سايت سماه خان اكاديمي. خان اكاديمي دي بقى هي اللي عملت البداية بتاعة الموكس. من خلال الشغل بتاع سلمان خان الناس خدت الفكرة، طيب ما احنا نعمل ويب سايتس ونحط عليها المحاضرات بتاعتنا اللي ممكن الناس تستفيد بيها بشكل مترتب وشكل واضح وفي علاقة منطقية بينه وبين بعضه، وكمان نقدر نحط عليه مواد مساعدة زي مادة للقراءة أو غيره. الحقيقة برضو ما ننساش هنا اللي عملته MIT Massachusetts Institute of Technology، ان من سنة اعتقد 98 او 99 ابتدوا مشروع اسمه Open Courseware، وحطوا من خلاله المادة العلمية الإلكترونية المتوفرة عندهم من المحاضرات اللي بتتقدم في MIT، حطوها على الإنترنت مفتوحة للناس. اللي فيكم حتى يحب يشوف الويب سايت ده موجود لغايه دلوقتي وعليه كميه مواد علميه كبيره وبتتجدد. ocw.mit.edu ocw.opencourseware.mit.edu. الحقيقه بعد كده ابتدى بقى ظهرت النقله الحقيقيه لما ابتدت الناس تتكلم عن الموكس بجد. فعلا ظهر الويب سايتس بتاعت ادكس وكورسيرا، دول كانوا البداية، ودخلت معهم بعد شوية ايفيرسيتي، وابتدت بعض الويب سايتس العربية زي ادراك تقدم مادة علمية جميلة جدا تقدر تستفيد بيها في الوقت اللي انت عاوزه. هنا الحقيقة انا اوريك بس بسرعة الويب سايتس دي ممكن تكون بناخد منها ايه. هنا ادي مثلا خان اكاديمي، انت تقدر تلوج ان او ساين ان باي شكل من الاشكال، هتلاقي ماده علميه اغلبها على مستوى المدرسه، لكن في منها حاجات انت ممكن تستفيد منها. مثلا انا واحد من الناس ما درستش لا في الجامعه ولا في المدرسه اي حاجه في الاقتصاد، فدخلت مثلا وتعلمت حاجات في الايكونومكس، يعني ايه مايكرو ايكونومكس، يعني ايه ماكرو ايكونومكس، خدت شويه محاضرات لطيفه جدا ومتبسطه بشكل حلو من خلال خان اكاديمي. وفي خان اكاديمي كمان نزلت بدل ما كان بيتكلم الاول على مستوى الهاي سكول ابتدى ينزل لمستويات اقل في الدراسه والمدارس الاعدادي والمدارس الابتدائي، اي حد ممكن يدخل واي حد ممكن يشوف الحاجات دي. برضو من الويب سايتس الجميله جدا اللي مشترك فيها جامعات كبيره زي ستانفورد ويو سي سان دييغو وجامعه الينوي وبن ستيت وجونز هوبكنز وجامعات غيرها، الويب سايت بتاع
كورسيرا. وكورسيرا كمان الحقيقة بتقدم لنا ابليكيشن ممكن على البي سي او على التابلت او التليفون بتاعك، تقدر تفتح وتخش على الكورسز اللي انت عايزها. مجموعة الكورسز متنوعة بشكل كبير جدا، وتقدر تتفرج عليها وتنزل الفيديوز كمان علشان تتفرج عليها بعد كده. بعد كده احنا نقدر نتفرج على الويب سايت بتاع ادكس. ادكس الحقيقة بيجمع اثنين من اكبر الجامعات في العالم اللي هم MIT وهارفارد، وبتقدر تدخل معاهم جامعات تانية زي University of Texas وبيركلي وغيرهم، بيقدموا مادة علمية من برضو الشركات الكبيرة اللي بتقدم كورسات على ادكس، مايكروسوفت واي بي ام بيقدموا كورسات كتيرة، كتير منها ببلاش وبعضها مفتوح في مجالات بتتكلم ابتداء من الاركيتكتشر ومرورا بالكيمياء والبيزنس والفلسفي والايكونومكس وعدد كبير جدا من الكورسات. بروح بعد كده الحقيقة أنا بحب الانديان انستيتيوت اوف تكنولوجي، بيقدم كميات كبيرة جدا من الفيديوهات، والحقيقة تجربتي مع الكورسات اللي شفتها على الانديان انستيتيوت اوف تكنولوجي NPTEL.AC.India الحقيقة خبرتي معاهم خبرة مفيدة، لأن هم بيبسطوا جدا المادة العلمية، بيتكلم مع طالب فعلا قاعد قدامه في المحاضرة، وأغلب المحاضرات الحقيقة متسجلة في lecture halls أو في المدرجات. يمكن العيب الأساسي في الانديان انستيتيوت اوف تكنولوجي ان الأساتذة طبعا بيتكلموا بالانجليزي، لكن ساعات اللهجة الانجليزي بتاعت الأساتذة الهنود ما بتكونش مريحة بالنسبة لينا، وبالتالي ساعات بنلاقي صعوبة شوية في الانصات ليها. اخيرا هنا والحقيقه واخيرا مش لاقليه اهميته، انما هو مهم جدا، الكورسات اللي على ويب سايت زي ادراك. ادراك الحقيقه من الكورسات من الويب سايتس الجميله اللي بيعتمد على انه بيقدم ماده علميه معتمده وقويه باللغه العربيه. اغلب الكورسات فيه ببلاش، تقدر تسمعها وتسمع بالعربي، وإن كان طبعا يمكن عيبه هنا، ده مش عيب قوي، إنما إن هو التنوع فيه مش عالي، مش هتلاقي زي كورسيرا وإدكس تقريبا في كل التخصصات. إدراك ويب سايت جميل، والحقيقة بترعاه الملكة رانيا ملكة الأردن أو زوجة ملك الأردن، فواخد فاندنج كويس وبيعمل حاجات أنا شخصيا شايف إن هي تستحق الثقة، وما يمنعش أبدا أنك تروح تجرب وتشوف، يمكن تلاقي حاجات تستفيد بيها. علشان ما كنش طولت عليكم الحقيقة، ده كده برضو أقدر أعتبره نظرة سريعة في الموكس، والموكس الحقيقة عالم كبير يستحق ان انت تخشه وتدور في تفاصيله وتحاول تتعلم منه، لانه بيقدم لك زي ما قلت، بما ان احنا في كورس Training of Trainers، بيقدم لك حتى افكار ممكن تستخدمها في تقول ايه في الكورس وترتب الافكار ازاي، ايه التايتلز المهمة او التوبكس المهمة اللي محتاج تتكلم فيها في الكورسات اللي انت هتحضرها وتقدمها للناس. وكمان اهم حاجة ان اللي بتسمعه من المادة العلمية اللي بتاخدها من الموكس عادة ما هو تثق فيه بدرجة كويسة ويستحق ان انت تاخده في الاعتبار. عشان طولت عليكم هوقف هنا، في الفيديو الجاي ان شاء الله من محاضرة مصادر التعليم والتعلم هنتكلم عن ازاي نستخدم المصادر دي، وازاي ما نستغل اللايسنسنج المختلف علشان ما نعملش حاجة فيها مخالفة للقوانين او غصب عننا، او ما نتعمدش طبعا ان احنا ناخد حاجة بغير حق من اصحابها. فارجو ان انا اشوفكم ان شاء الله علشان في الفيديو الجاي، علشان نتعلم عن ازاي نستخدم المصادر دي في الكورسات بتاعتنا. اشوفكم الفيديو الجاي.